المعايير المزدوجة التي تتبعها القوى الاستعمارية سياسة قديمة جديدة، طالما حمت إسرائيل من نتائج جرائمها وتستمر اليوم بحماية الإرهاب الدولي العابر للحدود. المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين السياسة المفضلة للدول التي ترى في سلطان القوة ما يبرر لها تجاوز الحق، ثم الصيد في الماء العكر، الأسلوب التاريخي للاستعمار ومن التحق به. لم يحظى العدوان الإسرائيلي على دمشق بعناية مجلس الأمن أو اهتمامه، كما لم يلقى تدفق السلاح والأموال وقطعان الإرهاب الدولي إلى سوريا تعاطف الدول الاستعمارية، طالما أنه يسفح دماء سورية ولا يقرب إسرائيل بسوء، فيما تعقد تلك القوى عدة جلسات لإدانة الدولة السورية بتهمة الدفاع عن مواطنيها. يجتمع وزراء الخارجية الأمريكي ثم البريطاني على التتالي مع الروس في موسكو فيتحدثون عن الحل السياسي للأزمة السورية، ثم لا يلبثون أن ينقضوا كلامهم غدا وصولهم إلى واشنطن في الوقت الذي يعقد سفراؤهم لاجتماعات مع رؤوس الإرهاب على الحدود السورية التركية. تحدث تفجيرات ريحانية فينتفض المجلس المذكور لإدانتها، وهذا حق، ولكن عندما نستمع إلى أضاليل الساسة الأتراك وافتراءاتهم يدرك الجميع أنه حق أريد به باطل، الأمر الذي لم يخدع الأتراك فهم أدرى بهوية القاتل ومن جاء به ليسكن بين ظهرانيهم. فهؤلاء إرهابيون في مدينة الريحانية يجهزون سلاحا كيماويا للاستخدام على ما تقول قناة بي بي سي التركية. وهذه مباراة لكرة القدم عزف مشجعوها عنها بعد تفجيرات الريحانية وهتفوا لما هو أولى بنظرهم. يهدد الإرهابيون باستخدام سلاح كيماوي ثم ترمى خان العسل به، وتطلب الدولة السورية تشكيل لجنة أممية للتحقيق بالجريمة. فتعاود الدول الاستعمارية ممارسة لعبتها القديمة الجديدة وتطلب توسيع مهمة اللجنة لتطال كل الأراضي السورية في محاولة لتكرار التجربة العراقية وصناعة هانز بليكس جديد. هل تذكرون هانز بليكس ولجنته؟ He said to Bill Baradei and myself that we will not hesitate to discredit you in favor of disarmament. وهو الأمر الذي دفع الخارجية الروسية للطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة الرد وفق الأصول القانونية المتبعة على طلب الحكومة السورية بالتحقيق في حادثة خان العسل، واصفة موقف الأمانة العامة بهذا الصدد بأنه غير بناء. جددت